مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين النشرة الرئيسية: العلاقات المغربية الإسبانية البرتغالية دينامية متجددة واستثمارات واعدة في أفق تنظيم مونديال 2030، أي دور للقطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين الرباط، مدريد ولشبونة؟ سؤال يجيبنا عنه رجال الأعمال ضمن هذه النشرة. الرباط تفتح أبوابها للكتاب والقراء من 10 إلى 19 ماي المقبل ضمن فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تظاهرة دولية للاهتمام بالكتاب والقراءة والنشر ودمقراطة الثقافة، واليونسكو ضيف شرف هذه الدورة. الرادارات المتنقلة على متن المركبات آلية جديدة لرصد وتتبع مخالفات السير ومراقبة السرعة بشكل دقيق. روبورتاج النشرة يقربنا من طريقة اشتغال هذه الرادارات وخصوصياتها من مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. أهلا بكم. بين الرباط وبروكسل عزم دائم على توطيد علاقاتهم الثنائية في جل المجالات بما فيها التعاون الترابي والتنمية المحلية. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة جمعته مباحثات بهذا الخصوص مع رئيس جهة بروكسل العاصمة رشيد ديكن. المباحثات تطرقت بصفة عامة للعلاقات المغربية البلجيكية وسبل الدفع بها إلى الأمام، كما حظيت العلاقات بين جهتي بروكسل والرباط سلا القنيطرة بحيز هام في هذا اللقاء، بالنظر إلى كون الجالية المغربية تشكل حوالي خمس ساكنة بروكسل، وبالتالي فالشراكة بين الجهتين دشنت جيلا جديدا بعد احتفالهما خلال الأشهر القليلة الماضية بالذكرى 20 لاتفاقية التعاون التي تربط الجهتين معا. المباحثات التي دشنتها اليوم شكلت فرصة للوقوف على مجموعة من النقط والتحديات التي نتقاسمها معا، وبالتالي فإننا نعمل على رفعها من خلال جهد مشترك ومتبادل بين الطرفين، والحال أن هذا المجهود مبني على علاقة صداقة قوية بين بلدينا، وهي أساس قوي لبناء مستقبلنا المشترك. اللقاء وقف أيضا على سبل تقوية الروابط التاريخية بين البلدين وجهتي الرباط سلا القنيطرة وبروكسل العاصمة، بما يتيح جذب استثمارات جديدة وإيجاد القوي للجالية المغربية في بروكسل. كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مباحثات مع نائبة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا المكلفة بتغير المناخ والمبعوثة الخاصة بالقمة الكورية الإفريقية الأولى هيون جيني كيم. وأعربت المسؤولة الكورية التي تندرج زيارتها للمغرب في إطار الاستعدادات لعقد القمة الكورية الإفريقية الأولى يومي 4 و5 يونيو المقبل بسيول، خلال هذه المباحثات عن رغبة بلادها في أن يشارك المغرب بشكل فعال في القمة ويساهم في إنجاح هذا اللقاء الهام. من جهته أبرز السيد بوريطة مبادرة المملكة على المستوى القاري واستعداد المغرب للعمل مع كوريا من أجل إنجاح القمة وإدراجها في منطق التنمية المشتركة للقارة الإفريقية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الكبير. وجهتنا اللحظة واشنطن، حيث تم تسليط الضوء على رؤية والتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال التعاون جنوب باعتباره ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، وذلك أمام منظمة الدول الأمريكية التي يعد المغرب عضوا ملاحظا دائما لديها. وفي مداخلة خلال هذا الاجتماع أبرز سفير المملكة لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني الجهود والمبادرة الكبرى التي يتخذها المغرب لمواكبة البلدان الشقيقة والصديقة خاصة في إفريقيا، والتي تشمل مختلف قطاعات التنمية. نتابع مقتطفا من مداخلة سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية. أود إنهاء تدخل هذا بالإشارة إلى أن قضية التعاون جنوب جنوب هي ركيزة أساسية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية.
إن المبادرة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هي بالأساس لمواكبة البلدان الشقيقة والصديقة ودعم الدول بالمنطقة الأطلسية الأفريقية ودول الساحل والصحراء التي تعيش أزمات. والمغرب يبذل جهودا كبيرة للدفع بهذه الدول إلى الأمام وتطوير التعاون المثمر. جرى اليوم بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة لروسيا الاتحادية تروم تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة. وتنص هذه المذكرة التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة حسن داكي والنائب العام لروسيا الاتحادية كريستوف إيغور فيكتوروفيتش على تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلة بين الطرفين في المجالات المتصلة بعمل النيابة والادعاء العام وتعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بالجريمة ولا سيما جرائم غسل الأموال والتجار بالمخدرات والتجار بالبشر. كما تنص المذكرة على عقد دورات تكوينية وتبادل زيارات الخبراء والتعاون في مجال حماية حقوق المستثمرين وتعزيز التعاون في باقي مجالات الاهتمام المشترك. في أنباء المؤسسة التشريعية سيعقد مجلس النواب الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكله وذلك على الساعة 3 بعد الزوال. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب عقد أمس جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس. كما تم خلال هذه الجلسة الإعلان عن لوائح الفرق والمجموعة النيابية وأسماء رؤسائها. التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 سيتيح فرص أعمال وشراكة مهمة بين المقاولين والفاعلين الاقتصاديين بالمغرب وإسبانيا والبرتغال. كما سيبت زخما ودينامية كبيرين لتحقيق الازدهار المشترك بالبلدان الثلاثة. هذا ما أكد عليه المشاركون في لقاء حول العلاقات المغربية الإسبانية البرتغالية في أفق 2030 استضافته مدينة طنجة وخصص لبحث النماذج الاستثمارية الجديدة في المغرب والتفكير فيما يمكن بناؤه من قبل الدول الثلاث اقتصاديا وثقافيا بالارتكاز على العلاقات المتينة التي تربط بينها. أنيسة بومهدي سعيد نجح وعديل المعروف. العلاقات المغربية الإسبانية البرتغالية في أفق 2030 دينامية جديدة من أجل رخاء مشترك محور هذا اللقاء الذي يأتي في سياق استعداد المغرب وجيرانه الإيبيريين لاستضافة كأس العالم 2030. اللقاء ضم رجال أعمال مغاربة إسبان وبرتغاليين وبحث مواضيع تتعلق بالاستثمار المتبادل وكيفية تعميق الروابط التجارية بين البلدان الثلاثة. اللقاء هو تفكير والنقاش حول كيف يمكن تطوير العلاقات الاستثمارية ما بين هالدول في المغرب والكيفية وما هو النموذج اللي غادي يمكن يسمح للمستثمرين الإسبانيين والبرتغاليين استثمروا في البلد المغرب. نتواجد اليوم هنا لمحاولة القيام بنوع من التواصل بيننا. هدفنا هو العمل معا وجعل الشركات تقوم باستثمارات وأعمال تجارية بالمغرب. من جانبنا سنحاول أن نجعل من سنة 2030 مرحلة جديدة بين هذه الدول الشقيقة. اللقاء سمح للمستثمرين الإسبان والبرتغاليين من التعرف على النماذج الاستثمارية الجديدة ومناخ الأعمال ببلادنا من خلال مختلف الجوانب القانونية الجبائية وكذا الضمانات التي يقدمها المغرب للمستثمرين الأجانب. وجدنا هذا الملتقى بين المستثمرين الإسبان والمغاربة والبرتغاليين باش نتكلموا على التعزيز ديال هذا الاستثمار في المغرب ونحاول نقويو العلاقات بين هاد ثلاثة ديال الدول اللي كينظموا كأس العالم. ويروم اللقاء الاستفادة من الدينامية السياسية بين البلدان الثلاثة من أجل تحقيق دينامية اقتصادية من باب تبادل التجارب والخبرات فيما يخص مختلف القطاعات الاقتصادية الأساسية.
ولمناقشة قوة وآفاق التعاون المغربي الإسباني البرتغالي نرحب بضيفتنا مباشرة من طنجة الشعبية بالبزيوي علوي، رئيسة جمعية النساء المقاولات ونائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة. مساء الخير سيدة الشعبية. إذن على ضوء النقاشات الدائرة بين رجال الأعمال في لقاء طنجة، أي دور اليوم للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين والقطاع الخاص عموما في تطوير مستوى التعاون بين الرباط ومدريد ولشبونة، وما هي الفرص المشتركة التي تفتحها هذه الدينامية المتواصلة في العلاقات بين البلدان الثلاثة؟ السلام عليكم. هذا اللقاء كان اليوم هو من شأنه يعني التكلم على فرص الاستثمار في المغرب وتقوية الشراكة بين البلدان الثلاثة. كما نعلم أن البلدان الثلاثة لها علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية، هذا اللقاءات من شأنها اليوم تقوية هذه العلاقات التي هي موجودة بالطبيعة مع هذه البلدان الصديقة. اللقاءات كانت مع المقاولات البرتغالية والمقاولات إسبانيا يعني لتقديم فرص الاستثمار. كما نعلم اليوم أن المغرب هو قطب اقتصادي مهم جدا، يعتبر من أهم الأقطاب العالمية وبالخصوص في إفريقيا، فالاستثمار في المغرب اليوم هو استثمار في إفريقيا بكاملها. في إطار يعني تنظيم كأس العالم 2030، نحن نود يعني تقوية هذه العلاقات بين المقاولات البرتغالية والإسبانية والمغربية، يعني في إطار في إطار تكاملي بين هذه المقاولات. والهدف هو يعني هو رفع التحدي طبعا من أجل تنظيم مشترك ناجح بين الدول الثلاثة. هذا اللقاء هذا درسنا فيه أيضا إضافة إلى تقديم البنيات التحتية المهمة التي يقدمها المغرب لتشجيع الاقتصاد بصفة عامة، قدمنا أيضا ما نتوفر عليه من إمكانيات بشرية. فالإمكانيات البشرية اليوم والرأس المال البشري في المغرب هو رأس مال بشري مهم مكون وكف. أيضا هناك المقاولات المغربية، فهي أيضا اليوم هي مقاولات مهيكلة وقادرة على رفع التحدي مع المقاولات دول الثلاثة. أيضا تكلمنا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع هذه الدول والمغرب، وبالخصوص تكلمنا أيضا نحن كنساء مقاولات عن إمكانية التنقل. فنحن اليوم في الشهور القادمة سيكون يعني هناك تبادل وتشارك التجارب بين المقاولات المغربية والمقاولات في هذه الدول. تفضلي بالبقاء معنا، سنواصل بعد قليل. وتنظيم المغرب لمنافسات كأس العالم 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال لا يعد حدثا رياضيا فحسب، بل ستجني من خلاله المملكة امتيازا اقتصاديا مهما على مستوى السياحة وتطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب بتوفير فرص الشغل. كما يهدف هذا التنظيم إلى تقوية شراكات المغرب في القارة الأوروبية والإفريقية. ابتسام أدريس، عاشور بن مسعود وعبد علي قنولي. كأس العالم 2030 مشروع مشترك وتعاون مثمر بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم أغلى الكؤوس في العالم، سابقة تاريخية بدلالات عميقة تجمع العرب والغرب وتوحد قارة إفريقيا وأوروبا من بوابة كرة القدم، بوابة التطور والازدهار وفي جميع الميادين. بعد أن حظي المغرب بشرف تنظيم منافسة كأس العالم 2030 في ملف مشترك يجمعه بجاريه إسبانيا والبرتغال، انطلقت رحلة مليئة بالتحديات والأمل في مسعى إنجاح حلم استضافة هذا الحدث الرياضي الكوني واستقبال عشاق المستديرة عبر العالم. اليوم كنتكلموا على الروابط الكبيرة ويمكن العلاقات دائما اللي كانت جد مميزة بين المغرب وإسبانيا وكذلك البرتغال، وهذا ربما معطى اللي غيقدر يخلي على أنه حتى تقارب ثقافات بين ثلاث هاد البلدان هذا غيعطي لهذا الملف هذه واحد الصورة يمكن واحد الرونق خاص. إسبانيا بعلاقاتها المتميزة مع عدد من دول أمريكا اللاتينية، والمغرب أيضا علاقاته المتميزة جدا مع العديد من الدول الإفريقية، أعتقد على أن هذا الموقع الجغرافي، هذه العلاقات المتميزة مع إسبانيا والتي دخلت مرحلة
تاريخية وغير مسبوقة. المغرب وإسبانيا والبرتغال دول بتاريخ مشترك تقويه ميزة الجوار بقرب جغرافي استراتيجي يرسم طريقه موروث ثقافي وحضاري متنوع، كلها عوامل ساهمت في تعزيز وتقوية علاقات الشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، عمادها حسن التعايش والاحترام المتبادل. وبفضل السياسة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تتواصل جهود المملكة لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، وتجسدت جهود المملكة بعمل جاد لرؤية ملكية حكيمة ومتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي رأت في الرياضة بوابة التطور وفي شتى المجالات. عمل بدأ بتحليل دقيق وإعداد شامل لملف أظهر نقاط قوة المملكة في استضافة التظاهرة الرياضية الكبرى بمقترح يليق بتطلعات العالم. Una oportunidad para las empresas españolas en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. ما بين إسبانيا والمغرب آفاق واعدة تفتح أمام مستثمر البلدين للإشغال في أوراش كبرى تحضيرا لهذا الحدث. وخلال الاجتماع رفيع المستوى المرتقب عقده في إسبانيا، ستكون فرصة سانحة للشركات الإسبانية والمغربية لطرح كل مجالات العمل سويا في تنظيم مونديال 2030، وأتمنى أن يكون نهائي هذا المونديال بين إسبانيا والمغرب. تنظيم المغرب لمونديال 2030 بمعية إسبانيا والبرتغال يعد سابقة في تاريخ هذه البطولة العالمية والتي ستجرى أطوارها في ثلاث قارات، هو اعتراف صريح بإمكانية المغرب ومكانته في الساحة الدولية، وهي فرصة مهمة لتقوية المنظومة الرياضية ببلادنا وتطوير التنمية لتحقيق إقلاع اقتصادي يقوي مكانة المملكة على المستوى القاري والعالمي. وأعود مجددا إلى ضيفتنا من طنجة السيدة الشعيبية بالبزيوي علوي. في أفق التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ماذا ستستفيد اقتصاديات الدول الثلاثة من تنظيم حدث كروي عالمي يجمع بين ضفتي المتوسط ويربط بين قارتين إفريقيا وأوروبا؟ بالطبع سيمكن من تقوية العلاقات بين العلاقات سواء منها الاقتصادية الأمنية الثقافية، سيكون هناك ازدهار وتقوية العلاقات بين هذه الدول، تقوية العلاقات أيضا بين المقاولات مقاولات البلدان الثلاثة، أيضا التعرف على إمكانيات كل دولة على حدة وكيف يمكن تحقيق هذه الالتقائية للاشتغال في إطار تكاملي. هو من شأنه ازدهار الجميع مقاولات هذه البلدان الثلاثة، لأنها بطبيعة الحال وفي هذا الإطار احنا في إطار هذه الالتقائية نحاول يعني أن تكون هذه الالتقائية لتقوية هذه الاقتصادات ولتقوية هذه المقاولات. كما ذكرت في السابق، فالمغرب يوفر بنية تحتية مهمة، يوفر رأس مال بشري مهم وكف، يوفر وهذه حاجة مهمة جدا، يوفر الأمن والأمان. فالمغرب هو من منطقة آمنة اليوم يعني بكل المقاييس، آمن اقتصاديا، آمن يعني بالنسبة للأمن، يعني أتكلم عن الأمن وأؤكد عليه لأن الأمن يعني هو أساس يعني الأساس الذي يشجع سواء يعني تقوية ما هو ثقافي أو ما هو سياسي. نعم، رئيسة جمعية النساء المقاولات نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة الشعيبية بالبزيوي علوي، شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من طنجة. والشركات البرتغالية تتطلع إلى الاستفادة من كأس العالم 2030 المقبلة والتي ستستضيفها البرتغال وإسبانيا والمغرب بشكل مشترك لتعزيز حضورها في السوق المغربية. ففي إطار جهودها لتعزيز الصادرات والتوسع الدولي للشركات البرتغالية، نظمت الوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة الخارجية ورشتي عمل لتعريف الشركات البرتغالية بفرص الأعمال في المملكة، وركزت الورشة الأولى التي انعقدت
عقدت في بورتو على سوق صناعة السيارات في المغرب، فيما تناولت الورشة الثانية التي تحمل عنوان التوجه إلى السوق المغربية بيئة الأعمال في المملكة، مذكرة أن المغرب يعمل على تعزيز مكانته العالمية ويتميز عن غيره من الدول باستقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على علاقات تجارية قوية مع كافة الدول الأوروبية. وإشعاع المملكة المغربية على مستويات عدة حاضر كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وعكستها الجولة الترويجية التي نظمها المكتب الوطني المغربي للسياحة على 3 مراحل بالولايات المتحدة لإبراز تنوع العرض السياحي والفندق المغربي والرفع من حصص السوق الأمريكية الواعدة، والتي اختتمت أمس بنيويورك. وخلال حفل بهيج يعكس الأصالة المغربية حضرت شخصيات أمريكية وفاعلون سياحيون وإعلاميون من الحاضرة الأمريكية الكبرى للتعرف على غنى وخصوصيات وجهة المغرب الذي يتوفر على المؤهلات السياحية والبنية التحتية الحديثة التي تجعل من المملكة وجهة مفضلة لعدد كبير من الزوار من جميع أنحاء العالم. تخلق الرقمنة فرص عمل جديدة في مجالات مثل تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يطرح السؤال حول مصير الوظائف التقليدية في ظل هذا السياق التكنولوجي المتغير. سؤال يحاول الروبورتاج ليلى عسلي ومحمد العروي الإجابة عنه، لنتابع. هو فريق من خبراء تطوير البرمجيات، حوالي نصف أفرادهم يعملون عن بعد من داخل المغرب وخارجه. فريق يشتغل داخل مقاولة رقمية ناشئة بالدار البيضاء ومتخصصة في تطوير برمجيات لفائدة المقاولات. اجتماع اليوم هو حول تطبيق رقمي آمن ينجز لفائدة مقاولة تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية تقارير العملاء في وقت وجيز، مما يسمح لها من رفع إنتاجيتها بنفس عدد العاملين. برمجيات من بين أخرى مصممة حسب الطلب، تعبد طريق المقاولات في عالم الثورة الرقمية بسلاسة وفعالية. الشركة قبل ما أنها تستعمل البروغرام ديالنا ولا لوجيسيال ديالنا كان عندها بزاف ديال الستريس وبزاف ديال الخدمة بالنسبة للعملاء ديالها. اليوم إذا كانت كتستعمل أن بروغرام ديجيتال كتقدر أنها تدوبل ولا قاعد دير فوا 3 لو شيفر دافير افيك لو ميم افيكتيف، دونك تقدر تخلي الميم افيكتيف اللي ما كيكونش عنده لو ستريس في ديال الخدمه ويخدم ويشيفري بزاف بور لونتربريز. انتقال إلى اقتصاد الرقمي، برمجيات أتمتة وذكاء اصطناعي هي ليست فقط أدوات بل محركات متسارعة لتغيرات قد تكون جذرية في سوق العمل داخل قطاعات متعددة من بينها القطاع البنكي. عدد الموظفين كاع ما كيتنقص لأنه كيتشد هذاك الموظفين وكتعاود تروديبلويهم كما كنقولوا حنايا في قطاع آخر اللي هو على باز كيعتمد على دوك المعارف ديالهم، كتقول لهم أجي ونرقمونهم لأن ما يمكنلكش تشدي مثلا كيفاش غادي نعطيو تمويل لشي زبون وحنا ما عارفينش كيفاش غادي نحللو المخاطر. خاصنا شي واحد اللي سنين وهو في الوكالة سنين وهو كيعطي كيمول باش يعرف كيفاش غادي يمكن لينا نديرو الرقمنة بطريقة صحيحة وبطريقة أننا نتفاداو جميع لي ريسك. وظائف يتقلص الطلب عليها وفي المقابل مهارات تصبح حيوية ولا غنى عنها كتحليل البيانات والأمن السيبراني. تطور الرقمي تفرض تأثيراته المتعددة تكيفا. الرقمية خلات أن بعض المهن ما تبقاش عندها بلاصتها في سوق العمل، وخلات على أن الأشخاص خصها تخدم على راسها وتطور من راسها وتتجه بواحد الطريقة اللي هي ماشي أجيل باش تولي كتواكب هاد المتطلبات ديال سوق العمل. اليوم خصنا نعرفوا بان الشركات خصها تسير هذه الامور بطريقه اللي هي عقلانيه وبطريقه اللي هي ذكيه. وفي خضم ما يشهده سوق العمل من تحولات زادت من حدتها الثروة الرقمية، فالمندوبية السامية للتخطيط أطلقت عملية لتحديث البحث الوطني للتشغيل نظرا لأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل ببلادنا.
ورقمنة القطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي بالدول الإفريقية محور ركز عليه المشاركون في اليوم الثاني من أشغال الدورة 33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا. خديجة زروال، عبد علي عياد وحسناء مساوي. الولوج إلى التكنولوجيا وسهولة استخدامها من قبل الفلاحين بالدول الإفريقية يعتبر أساسيا للرفع من الإنتاج الفلاحي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي بهذه الدول التي يعتمد اقتصاد أغلبها على القطاع الفلاحي. أشغال اليوم الثاني ركزت على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي وتوظيفه في القطاع الفلاحي. الدول الإفريقية في حاجة ماسة إلى الابتكار والعلوم لمواجهة كل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي. لا يمكن لهذه الدول حاليا الاعتماد على الوسائل التقليدية في المجال الفلاحي، بل ينبغي الاعتماد على المكننة والابتكار، والمغرب استثمر كثيرا في هذا المجال. رغم الإمكانيات ديال القارة الإفريقية للإنتاج الغذائي، المكننة والرقمنة ما زالت ضعيفة جدا في هذه المناطق. لماذا؟ لمجموعة من العوائق، بينها البنية التحتية الغير متوفرة، الولوج للموارد المالية للمزارعين خصوصا الصغار منهم. المغرب كيقاسم التجربة ديالو لأنه وصل في واحد المستوى ديال التطور اللي كيحتاجوه البلدان الإفريقية الأخرى. التجربة المغربية في مجال تحقيق الأمن الغذائي عبر الاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة كان موضع اهتمام من طرف الدول المشاركة التي اعتبرت المغرب دولة رائدة في هذا المجال وينبغي الاستفادة من تجربته. المغرب دولة فلاحية عندها تجربة كبيرة يمكن تستفاد منها دول إفريقيا، لأن عندنا مشكلة الأمن الغذائي في كافة القارة، والفاو منظمة الفاو تعمل من أجل السنوات المقبلة تكون التجارب المهمة في الدول مثل المغرب تستفاد من هذه الدول. والتجربة المغربية في تسهير المياه، في التكنولوجيا، في تصفية المياه إلى آخره، عروض مكنت الدول الإفريقية من الاستفادة. التجربة المغربية التي تم عرضها في المؤتمر استأثرت بالاهتمام ولقيت استحسانا من طرف الدول الإفريقية التي عبرت عن عزمها الاستفادة منها، ونحن في جزر القمر سنعتمد التجربة المغربية. الناس عارفة ما تدير، عارفة في الآخر وين تبي توصل، فلهذا لو خطينا وحذينا بحذوات ما قامت به دولة المغرب حنلقى خلال من 5 إلى 10 سنوات إحنا الأمن الغذائي في أفريقيا حيكون في المستوى فوق المتوقع. المؤتمر يشكل فرصة كبيرة للبلدان الإفريقية للتداول في الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي وتحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين بهدف تحقيق تغيير تحويلي ومستدام في النظم الغذائية الفلاحية في كافة البلدان القارة الإفريقية. في أحوال الطقس، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يرتقب أن تشهد عدة مناطق بالمملكة يوم غد السبت زخات مطرية قوية وأحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 25 و40 ملمترا، وهبات رياح قوية ما بين 70 و85 كيلومترا في الساعة مع تطير محلي للغبار، وذلك في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية. وعلى إثر هذه النشرة الإنذارية أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية، واضعة رقمين ظاهرين على الشاشة للمزيد من المعلومات. سوء الأحوال الجوية يتسبب في مصرع 3 عمال فلبينيين في سيول غير مسبوقة إثر هطول أمطار قياسية في الإمارات، فيما يتواصل اضطراب حركة الملاحة الجوية في مطار دبي، ويرتفع بذلك عدد ضحايا السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في هذه الدولة إلى 4 على الأقل.
ثار بركان المعزول في شمال إندونيسيا مجددا بعد أيام قليلة من ثورانه الذي أدى إلى إجلاء عدة آلاف من سكان جزيرة مجاورة للفوها، وفرضت منطقة حظر بعرض 6 كيلومترات حول هذا البركان. في اليوم 96 بعد 100 من الحرب على قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على عدة مناطق في جباليا، في حين تعرضت بيت حانون ورفح لقصف مدفعي. حفيد الهواري. في كابريا الإيطالية تأسف وزراء خارجية مجموعة السبع على كل الخسائر في أرواح المدنيين الذين قتلوا في غزة، ومن بينهم آلاف الأطفال والنساء، ودعوا إلى وضع خطة قابلة للتنفيذ لحماية السكان المدنيين هناك. وقالت مجموعة السبع إنها تعارض عملية عسكرية واسعة النطاق تحضر إسرائيل للقيام بها في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، بما قد يخلفه ذلك من تبعات كارثية على السكان. وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين مسلحتين متطرفتين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الأفراد والكيانات الخاضعة لهذه العقوبات كلها أطراف مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. وبعد فشل كل المساعي لإحلال هدنة ثانية في غزة، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الدوحة تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به، مؤكدا أن قطر ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن مواصلة جهود الوساطة أو وقفها. وأعربت دول خليجية اليوم عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الشرق الأوسط يعيش على إيقاع التوتر، فقد أعلنت إيران أن انفجارات وقعت في وسط البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم، وتحدث مسؤولون أمريكيون كبار عن هجوم إسرائيلي ردا على الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي. رد فعل طهران كان معتدلا، مما يعني أن الطرفين قد ينخرطا في وقف للتصعيد حتى لو بقي الوضع متفجرا. قبل إغلاق الملف الدولي، تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع في ختام اجتماعاتهم بإيطاليا بتعزيز وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية. نعود إلى الرباط التي تستعد لاحتضان فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ما بين 10 و19 ماي المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضيف شرف الدورة 29 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. عن هذه الدورة، أهدافها، برامجها والأنشطة المميزة لها، انعقدت ندوة صحفية اليوم بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. حنا أرسلان وعثمان تسي. الدورة 29 لمعرض النشر والكتاب حدث ثقافي بامتياز تحتضنه العاصمة الرباط. هذه السنة يشارك في هذا المعرض 743 من العارضين من 48 بلدا. ضيف شرف الدورة منظمة اليونسكو. الضيف شرف كيف ما ذكرته هو مؤسسة اليونسكو. هذه اعتبرناها نقطة مهمة جدا، أولا علاقتنا المتميزة داخل مؤسسة اليونسكو في جميع المجالات، في المجال الأدبية، في المجال التعليم، في المجال بالطبع حتى في المجال الصناعة التقليدية، وبالطبع في المجال الثقافي، علاقته بالقراءة، بالكتاب، بالأركيولوجيا، علاقته بالمجال ديال التراث المادي والغير المادي. اليونسكو تخفيه دافوار اليونسكو فخورة أن تكون ضيف شرف معرض النشر والكتاب هذه السنة. تظاهرة تكبر وتزداد أهمية في عدد المشاركين، وصل إلى نحو 500,000 السنة الماضية. تنظيم حدث بهذا الحجم لا يتم إلا بثمرة الشراكات، فالثقافة تتقاطع فيها عدة مجالات وعدة متدخلين. ثقافة في صلب التنمية التي نبتغيها من خلال المخطط التنموي الذي سطرناه وصادقنا عليه والآن تمت المصادقة عليه. الثقافة موجودة في قلب
هذا البرنامج التنموي لجهة الرباط سلا القنيطرة. عدة اتفاقيات أصلا برمناها، برمها المجلس مع وزارة الثقافة والتواصل مع ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة. هاد الاتفاقيات اللي كتضم تعزيز وتنويع الثقافة، نشر الكتاب، وكذلك تجديد واحد المرافق الاجتماعية ومرافق ثقافية. برنامج المعرض حافل بالأنشطة والندوات متضمنا ل 241 فقرة ثقافية، ملتقى للأطفال، الشباب، المفكرين، الناشرين، الكتاب وجمهور واسع من القراء. بهدف الحد من مخاطر الطريق، شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في العمل بالرادارات المتنقلة على متن المركبات بجهات فاس مكناس، سوس ماسا وقلميم ودنون في انتظار تعميمها على باقي جهات المملكة. ويتميز هذا النوع من الرادارات بتكلفته المنخفضة وقدرته على الاشتغال في ظروف مناخية متقلبة. ربورتاج كوثر أبو تير ومحمد تونين. نقرة زر تكفي لضبط إعدادات الرادار المتنقل. يتوصل المراقب بالنقطة التي يجب أن يتوقف عندها، يتوجه بالسيارة صوبها ويترك تسجيل المخالفات للرادار. وتنحطوها في المكان المناسب، وتناخذوا حد العبارات للقياسات الملائمة باش سميتو باش الموقع يمكننا من رصد المخالفات بشكل مضبوط. ما يزيد عن 600 رادار مثبت و700 رادار محمول موزعة على مختلف أرجاء المملكة تتعزز اليوم بأعداد مهمة من الرادارات المتنقلة، رادارات تشتغل بتكاليف أقل وتقاوم الظروف المناخية المتغيرة. فما هي مميزاتها الأخرى؟ كيتميزوا بأنهم عندهم الإمكانية يشدوا المخالفات في اتجاهين متعاكسين على ست ممرات في آن واحد. تمكننا نتجاوزوا الإشكاليات المرتبطة بتثبيت الرادارات الثابتة خاصة في المجال القروي، كمثلا عدم وجود شبكة الكهرباء. يعني هذا كيخلينا نقوم بالمراقبة في أي مكان بدون اعتبار لهذه الإشكاليات. هذا رادار متنقل لكل جهات بدأت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في توزيعها، بينما ستجهز الجهات الأكثر كثافة سكانية برادارين متنقلين، خطوة سترفع من درجة السلامة الطرقية للسائقين. حاجة مهمة كتفيدنا وكتفيد المواطنين. الإنسان خصو يرد البال ديالو بأنه هذا، لأن هاد الناس اللي دايرين هاد لي رادار هادو ماشي جاو داروهم عبثا، لأن حفاظة عن سلامة ديال الناس المواطنين أولى، هي كلشي وبادرة مستحسنة. معلوم كيساعد، لأن غيساعد على حساب الناس تمشي بلاتي والإنسان غيبدا يرد باله مزيان، فهمتي؟ لأن الإنسان السرعة تاني راه كتقتل، خاص الإنسان يمشي بالقانون. مول الطاكسي راه ضروري كيشد هذيك 80، بعض المرات كيشد هذيك 70، راه ما يمكنش غيتمشى ب 60. بالنسبه لهاد الطوموبيل اللي غتكون كتجول في المدينه راه ما يمكنش غادي تعرفها. ومول الطاكسي ضروري كيكون ماكلي مزروب، راه ضروري كيبغي يجري. ايام قليله تفصلنا عن تعميم الاشتغال بالرادارات المتنقله بالوسطين الحضري والقروي، وسيله جديده لخفض اثار ونتائج اكثر الحروب حصدا للارواح حول العالم، الا وهي حرب الطرقات. نتوقف اللحظة عند الرياضة وفقرة كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2024، معك محمد أمين نوري. مساء الخير نادية. الحدث البارز هذا المساء تأهل أسود القاعة لمونديال، لمباراة نهائية نوري، وأيضا للمونديال بأوزباكستان شهر شهر القادم. أحب أن أرحب بضيف المسائية عادل العلاوي، صحفي بالإذاعة الوطنية. مساء الخير. مساء الخير أمين. مساء الخير نادية. مساء الخير للمشاهدين الكرام. هنيئا لنا بهذا التتويج، فوز عريض مستحق أداء ونتيجة، 6 أهداف دون مقابل أمام منتخب ليبيا. العناصر الوطنية تتأهل للمباراة النهائية كما ذكرنا، وأيضا لنهائية كأس العالم بعد شهور. كيف دبرت مجموعة هشام دقيق هذه المباراة؟ صحيح، الآن يمكن نعتبر أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل قاعة يتسيد القارة الإفريقية، بل يمكن أنه يتسيد أيضا حتى المنطقة العربية ككل. والآن ننتظر أن يكون تتويج على مستوى العالمي، على اعتبار أنه هنا كل الإمكانيات سواء البشرية
أو اللوجستيكية أو المادية التي توفر عليها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من أجل أن يحقق هذا المراد. الآن يعني يمكن نعتبر أنه ليس لنا منافس على المستوى الإفريقي، وبدليل أنه النتائج التي نحققها أمام المنتخبات الإفريقية وأيضا بالحصص التي نفوز بها دليل على أن المنتخب الوطني المغربي الآن يعني أصبح على رأس هرم القارة الإفريقية، والآن ننتظره على المستوى العالمي باش نكونوا واضحين في الأمور. عادين نتحدث عن 10 سنوات من العطاء المنتخب الوطني المغربي أسياد القارة أسياد العرب. خلال نهائية كأس العالم الأخيرة وصلنا إلى مرحلة الربع النهائي، من المتوقع أن يكون الأداء أكبر والنتائج أكبر خلال نهائيات كأس العالم القادمة. كيف حافظنا على نفس النسق الناجح خلال 10 سنوات الأخيرة؟ هو النسق أعتبره لأنه نموذجه وقائده هو هشام بكيك. هذا باش نكون واضحين. الرجل يعني يمكن نقول أنه مثال الرجل الناجح، مثال القائد، بدليل أنه تعرف على أنه يمكن يعني نتقسم هذه المعلومة على أنه هشام بكيك يعني يلقبونه بالوالد بالأب، قال اللاعبين ديال المنتخب الوطني داخل القاع يلقبونه بالوالد، ولما تصل الى درجه الاب والوالد معنى ذلك لان استطعت ان تؤثر في هذه المجموعه، استطعت ان يعني ان تكون اسره سواء داخل الرقعه او خارجها. والشيء الاخر اللي يمكن اننا نقوله على انه هشام دكيك استطاع ليس فقط انه يثبت للقاره الافريقيه ويثبت للجميع لانه قادر على قياده المنتخب الوطني المغربي نحو الالقاب، بل انه غير من تشكيله المنتخب الوطني المغربي بنسبه 90%. راه الى ستنينا مسرار والبقالي اللي ربما والحارس ايضا اللي حافظوا على التركيبه البشريه اللي كانت في السابق، اغلب العناصر كلها عناصر جديده. اذكر انس العيان، خالد بوزيد، حمزه ميمون، يوسف جواد مع كامل الاسف اتمنى له الإصابة ديالو في الرباط الصليبي يمكن أنه تحرمه من أن يكون في النهاية. كل هذه العناصر هي عناصر جديدة، عناصر استطاع هشام تيك أن يرصدها ويعينها وبالتالي أن يجلبها إلى المنتخب. ومشي بالسهل أنك تغير في واحد الظرف قصير تغير من 80% من وأن تستمر في النتائج. أضف أنا ذلك الآن هشام تكيك وحنا نقولها ونفتخر بها أنه عبقري فيما يخص التكتيكات وفيما يخص أيضا الخطط والأساليب التي يلعب بها. إلى لاحظت المباراة ديال اليوم، المباراة ديال اليوم كانت يعني بعنوان الفوضى المنظمة. الفوضى المنظمة هي أنه تلعب بأربعة عناصر ثم هذه العناصر تخرج وتعودها أربعة عناصر أخرى بالفعل. وكل أربع عناصر التي تدخل كلها بتكتيك دفاعي وهجومي، معنى ذلك أنه الخصم لا يقرأ شيئا في الأسلوب الذي يعتمده المنتخب. وحنا شفنا ليبيا الآن يعني راه منتخب ماشي سهل، منتخب اللي حصل على 6 نقاط، منتخب جد محترم، منتخب جد محترم، حقق 6 ديال النقاط من أجل أن يتأهل إلى نصف النهاية. عنده أيضا برصيده كأس إفريقيا حقه سنة 2008، وكان قد أحرج المنتخب المصري في أولى المباريات، وأعتقد أن النورة ماشي سهل. ولكن القوة ديال المنتخب الوطني المغربي التي يعني خلت المنتخب الليبي يظهر بذلك الشكل يتواضع تمام. ومنتخب أنغولا تمكن من تحقيق التأهل بدوره للمباراة النهائية لكأس إفريقيا داخل القاعة المقامة بالعاصمة الرباط بعد تحقيقه فوزا بينا على حساب مصر بحصة 7-3. عبد الحق شرحان. المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة تأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا فوق أرضه وأمام جماهيره عن جدارة واستحقاق، مؤكدا أنه رقم صعب في إفريقيا والوجه المشرق للرياضة الوطنية. تألق ملفت في كل خطوة يخطوها بطعم قاري أو عالمي، وبأوزبكستان 2024 الطموح يكبر لمواصلة تألق أسود القاعة وكتابة التاريخ بعد أن ضمنوا التأهل إلى كأس العالم بإقصائهم للمنتخب الليبي في دور النصف النهائي للكان. رفعوا الاسم عاليا بمهارة فنية متميزة وبمقاييس مدرب اسمه هشام دكيك، منح الثقة ورفع سقف الطموحات وأضفى إشراقة تقنية طورت مهارة اللاعبين وأمتعت الجماهير بلعب فرجوي
استهل له اللاعب بلال البقالي بجس النبض خلال الشوط الأول والقائم يرد، فيما الهدف الأول سجله اللاعب سفيان المسرار بعدها عاد اللاعب يوسف جواد ليهز شباك الليبيين بتسجيل الهدف الثاني. أسود القاعة ضيقوا المساحات أمام المنتخب الليبي وواصلوا التهديف بتسجيل الهدف الثالث بواسطة اللاعب البقالي. السرعة والتحكم الدقيق في الكرة واصل معه المنتخب الوطني كسب الامتياز بتسجيل اللاعب أنس العيان الهدف الرابع. الاندفاع البدني القوي للاعبين سيحرم المنتخب الوطني من خدمات اللاعب يوسف جواد دقائق على نهاية الشوط الأول. التحركات السريعة والتمريرات المركزة أداء واصل معه أسود القاعة تسجيل الأهداف خلال الشوط الثاني، والهدف الخامس سجل بواسطة اللاعب سفيان المسرير. التفاعل الإيجابي لكتيبة المدرب هشام الدكيك صنعت الفرص وأبدعت في تسجيل الأهداف ولم تترك الفرصة أمام المنتخب الليبي لاستعراض مهارته، وهدف اللاعب البقالي وصل سقف الستة أهداف. لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الوطني على نظيره الليبي بستة أهداف نظيفة ويضرب موعد في النهائي أمام منتخب أنغولا. إذن هذا كان تقرير للزميلة ابتسام ادريس، والفوز الكبير والمستحق للعناصر الوطني بحصة ستة أهداف دون مقابل أمام منتخب ليبيا في المباراة الثانية، مباراة نصف النهائي عادلة الثانية التي جمعت بين أنغولا ومصر. منتخب أنغولا يفوز يعبر إلى المباراة النهائية. في نظرك هل كان يعتبر هذا الانتصار مفاجئا في هذه الدورة؟ صحيح أنه حقق مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها. أنغولا يعني كنا نعتبر أن المنتخب المصري سيمر بسهولة إلى المباراة النهائية، ولكن حدث العكس، وبالتالي ربما أنه الاستخفاف، حتى الاستخفاف للمصريين بالمنتخب الأنغولي هو الذي أسقطهم في الهزيمة وأسقطهم أيضا في مجموعة من الأخطاء، جعلت المنتخب الأنغولي يتمكن يعني يتمكن من أسلوب المباراة. لما تمكن في يعني خاصة في الجولة الثانية تمكن من فرض أسلوب لاعبه، والدليل أنه النتيجة كانت 7-3 راه ماشي بالسهل أنك تفوز على المنتخب المصري، لأن المنتخب المصري يتوفر على دفاع قوي جدا ويتوفر أيضا على بنية يعني جسمانية للاعبين، وتعرفوا على أنه مثل هذه المباريات وهذه المحطة خاصة في كرة القدم داخل القاعة لابد أن تتوفر على لياقة بدنية هائلة جدا من أجل أن يعني تجاري أولا اللقاء، ومن أجل أيضا أن تتفوق بدنيا على الخصم، والشيء الذي لم يتوفق فيه المنتخب المصري. وأنا أقترح عليك عادل أن نتابع تقرير هذه المباراة وكيف تأهل المنتخب الأنغولي على حساب مصر بسبعة أهداف مقابل ثلاثة. تقرير من إنجاز الزميل عبد الحق شراط. المنتخب المصري لم يجد الكبير عناء ليصل للمربع الأقوياء، إذ فاز في المباراة الأولى على ليبيا بأربعة أهداف مقابل شيء، كما أثقل شباك ناميبيا بعشرة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز بصعوبة كبيرة على المنتخب الموريتاني بحصة 7-6 في اللقاء الثالث. أما المنتخب الأنغولي والذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة الإفريقية لكرة الصالات والذي يتطور بشكل مثير، فقد انهزم في اللقاء الأول أمام أسود الأطلس بخمسة أهداف مقابل هدفين داخل المجموعة الأولى، وانتصر على زامبيا في المباراة الثانية بثمانية مقابل خمسة، بينما أمطر شباك غانا في المباراة الثالثة بعد 10-3. مباراة مصر وأنغولا كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات، وانتهى الشوط الأول بهدفين داخل كل شبكة. خلال هذه المواجهة فرض الأنغوليون أسلوبهم الذي يمزج بين التماسك الدفاعي والهجوم السريع، فسيطروا نسبيا على المقابلة وحققوا فوزا يزين ذهبا بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، ولتأهلوا للمباراة النهائية لهذه البطولة الإفريقية لكرة القدم المصغرة الناجحة على جميع المستويات، وليضمنوا المشاركة في كأس العالم القادمة بأوزبكستان للمرة الثانية على التوالي في مشوارهم الرياضي، بينما سيلعب منتخب مصري مباراة الترتيب يوم الأحد المقبل. إذن عادل سنلعب أمام منتخب أنغولا، سبق لنا أن واجهنا هذا المنتخب خلاله وفزنا عليه بحصة 5-5 هدفين، وكانت مباراة لم تكن سهلة. صحيح. منتخب يعرفنا ونعرفه جيدا، هل هذا يسهل أم يعقد المأمورية بالنسبة لك؟ أعتقد أن المباراة ستختلف عن المباراة الأولى، لأنه هذه مباراة نهاية. منتخب الأنغولي أثبت على أنه تحسن من مباراة إلى أخرى، دليل أنه نتائجه كانت يعني باستثناء الهزيمة أمام منتخب الوطن
وطن المغرب، ولكن تحسن الأداء دياله في المباراة الثانية والثالثة وأيضا في مباراة نصف النهاية. معنى أنه لن يكون لقمة سائغة، سيقدم أوراق اعتمادية، سينافس بشراسة، وبالتالي على المنتخب الوطني المغربي، يعني هذه هم المباريات السهل الممتلئ أو السهل الصعب، فعلى المنتخب الوطني المغربي أن يدرك الحيطة والحاضر في مثل هذه المباريات، يعني لا بد أن يكون، وبالتالي على العناصر المنتخب الوطني المغربي تبليل القميص أكثر من مرة، ولكن أيضا عدم السقوط في الأخطاء وعدم سقوط في الضغط يعني الكثير. أعتقد أنه الجمهور سيكون وراء المنتخب الوطني المغربي أكيد. وربحنا في خلال هذه المنافسات جمهور اللي خاص بكرة القدم داخل القاعة بدليل أنه ما بقات حتى يعني ورقة خاصة كل التذاكر بيعت كل التذاكر وإلى درجة أنه تذاكر ديال المباراة النهائية الآن ما كيناش لأنه بيعت. فأعتقد أنه هذا الإنجاز اللي حقه المنتخب الوطني المغربي جرى أولا الجمهور كما ذكرنا، وربينا جمهور خاص بهذا النوع الرياضي. ثم أيضا ما نساوش القاعات التي استثمرت فيها يعني الإنجازات، وبالتالي أصبحت لنا قاعات من مستوى عالي تضاهي قاعات عالمية، بإمكان أن نفتخر بها وأن تكون لنا في الشرف أن نقول قاعات خاصة. ماذا تتوقع كنتيجة بالنسبة لمباراة المغرب أنغولا النهائية؟ أتوقع إن شاء الله فوز المنتخب الوطني المغربي، يعني ولكن بشرطة أن يتفادى الأخطاء وأن يتعامل بذكاء شديد مع المباراة النهائية. أتمنى كل التوفيق للعناصر الوطنية في المباراة النهائية التي ستجرى يوم الأحد القادم. عادل العلوي، أنت صحفي بالإذاعة الوطنية، شكرا جزيلا لك. كنت أيضا يعني ضيف، تمنون أن يكون ضيف، أضفت إضافة جديدة لهذا البلاطو. شكرا لك أمين، شكرا نادية، شكرا للمشاهد. شكرا لك عادل. إذن بهذا نغلق ملف كأس إفريقيا للأمم داخل القاعة، وننتقل إلى موضوع رياضي آخر، حيث أربكت نتائج المرحلة الخامسة من ماراثون الرمال أوراق الترتيب العام لفئة الرجال، وذلك على بعد مرحلة واحدة فقط من إسدال الستار على النسخة 38 من السباق الأسطوري الذي يقام سنويا بالصحراء المغربية. وخلق العداء المغربي رشيد المرابطي المفاجأة بفوزه بالمرحلة الخامسة ما قبل الأخيرة، فيما دخل شقيقه المرشح للتتويج باللقب في المركز 35 لدى السيدات. عاد الصف الأول لعزيزة الراشي. خالد الرغوت. المرحلة الخامسة من الدورة 38 لماراثون الرمال ربطت هذا اليوم بين منطقة بومخلوف ثم العودة إليها على مسافة بلغت 31 كيلومترا. عرفت مفاجأة كبرى باحتلال محمد المرابطي بطل الدورة السابقة للمرتبة 35 بعدما قطع المسافة في ظرف 3 ساعات 4 دقائق و6 ثواني، متخلفا بفارق 52 دقيقة و23 ثانية عن شقيقه رشيد المرابطي الذي دخل في المركز الأول بتوقيت ساعتين 11 دقيقة و43 ثانية، متبوعا في الصف الثاني بمواطني عزيز ياشو الذي سجل ساعتين 12 دقيقة و23 ثانية، فيما عاد المركز الثالث لشقيقه حميد ياشو بتوقيت ساعتين 25 دقيقة و64 ثانية. وبنتائج مرحلة هذا اليوم تبعثرت الأوراق في الترتيب العام المؤقت، حيث فقد محمد المرابطي الفارق الزمني الكبير الذي كان يفصل عن باقي مطارديه، حيث أصبح على بعد 35 ثانية فقط من رشيد المرابطي، هذا الأخي الذي استعاد الأمل في المنافسة على الظفر بلقبه العاشر. وستكون المنافسة على أشدها بين الشقيقين محمد ورشيد المرابطي خلال المرحلة السادسة والأخيرة من هذا الماراثون، والتي ستربط غدا بين منطقتي بومخلوف وبوديب على مسافة 21 كيلومترا، حيث يأمل محمد المرابطي في انتزاع لقبه الثاني، فيما يطمح رشيد المرابطي إنهاء المشوار بلقب عاشر. بالنسبة لفئة الإناث اكتفت المرشحة الأولى لفوز باللقب العداء المغربية عزيزة العمراني بالمركز الثاني خلال المرحلة الخامسة قاطعة المسافة في زمن قدره 3 ساعات و9 ثواني خلف مواطنتها عزيزة الراجي التي حلت في الصف الأول بتوقيت 3 ساعات 15 دقيقة وثانية واحدة، فيما عاد المركز الثالث للعداء الفرنسية رجاء حمداوة. ورغم احتلالها للصف الثاني في هذه المرحلة فقد حافظت عزيزة العمراني على فارق مريح للتنافس حول اللقب بتوقيت 25 ساعة 25 دقيقة و6 ثواني وبفارق ساعة واحدة 48 دقيقة و4 ثواني عن صاحبة الصف الثاني عزيزة الراجي.
وإذا بهذا التألق للأخوين المرابطين ضمن ماراثون الرمال أونية هذه الفقرة الرياضية. عودة إليك نادية. شكرا لك محمد أمين نوري، شكرا لك عادل العلوي. نواصل من الصويرة مع مهرجان ربيع الآليزي في دورته العشرين بعد أن حجبته ظروف كورونا، يعود مع أشهر العازفين في الموسيقى الكلاسيكية. زين عيتلامين، عبد الغني الطهراوي وعبد الحليم نجمعي. هو عنوان لا تخطئه العين ولا الذاكرة، دار صويري تسبح بالموسيقى. يتوطأ كمانو ديبوغا وبيانو غوما ليداعب أسماع جمهور يتكلم لغة تخاطب كل الألسنة والأعراق والأجناس. Ce sont des compositions pour violon et piano qui dialoguent. هي مؤلفات تجمع بين البيان والكمان في حوار وتقاسم. اخترنا ريبرتوار موسيقى فرنسية وريبرتوار هنغاري من الشرق لأنني من أصول رومانية. البيان والكمان والجمهور كانوا رائعين. Le piano, le public était super ce soir. Vraiment, on a adoré ce concert ici. تعزف ديبوغا ألحاناً من موسيقى الغرفة الكلاسيكية في أمسية صويرية وحدها المدينة تتقن فن التلاقي والوصل على أجنحة الموسيقى. مفتخر ومتأثر كثيراً. بلدنا يبعث للعالم رسائل تعايش، نتفرد بالتنوع ويتجذر فينا هذا الإحساس، فهو مصدر سعادتنا وثقتنا. في ربيع الآليزي تتحول الساحات لركح مفتوح على السماء، ولعشاق المدينة أمسيات للعزف على كل الأوتار. يعجبهم العزف في هذا المهرجان وفي شوارع المدينة، هي فرصة للتواصل مباشرة مع الجمهور عبر الموسيقى. في كذا ما تلقي هذا غير في الصورة، ما كاينش في الدنيا كلها، ما كاينش في حال الصورة. كل الأمكنة صالحة للفرجة، فالموسيقى لا تستأذن الآذان، تتسلل بدعة ومتعة للقلوب والحواس. فن كلاسيكي أبدعه عباقرة في فلتة زمن. عجبني هاد لامبيونس، يعني دو دو كوم سا دو 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 موسيك كلاسيك دون لي رو دي الصويرة في وسط المدينة، يعني في وسط المدينة. بعد غياب اضطراري يعود مهرجان لزاليزي قويا حالما وموعدا بجنوب البحر الأبيض المتوسط في مدينة ترقص نوارسها على كل الألحان. نذكر ختاما بالعناوين. العلاقات المغربية الإسبانية البرتغالية دينامية متجددة واستثمارات واعدة في أفق تنظيم مونديال 2030. أي دور للقطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين الرباط مدريد ولشبونة؟ سؤال أجابنا عنه رجال الأعمال ضمن النشرة. الرباط تفتح أبوابها للكتاب والقراء من 10 إلى 19 مايو المقبل ضمن فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تظاهرة دولية للاهتمام بالكتاب والقراءة والنشر ودمقراطة الثقافة. واليونسكو ضيف شرف هذه الدورة. الرادارات المتنقلة على متن المركبات آلية جديدة لرصد وتتبع مخالفات السير ومراقبة السرعة بشكل دقيق. روبورتاج النشر قربنا من طريقة اشتغال هذه الرادارات وخصوصيتها من مقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.